نطمح أن يكون عام مليء بالسعادة والإيجابية، أن يكون عام مليء عام خير على كل العراق، وإن شاء الله يا رب سنة سعادة وسنة تحقيق الأمنيات، ونأمل أن نشوف العراق دائما بخير وصحة وعافية وإيد بإيد. أما أمنيتي أنا شخصيا يعني هواية والكثير من الطموحات بعدني ما محققتها، إن شاء الله بالأيام الجاية أريدها تتحقق، وسنة بعد سنة أكيد الأمنيات ما رح توقف وأكيد الطموح ما رح يوقف. أول شيء إحنا نتمنى طبعاً كبصراويين إنه تنجح بطولة الخليج لهذا العام، لأن تعتبر يعني الحدث الأبرز حالياً واللي يشغل الناس كلها أكيد بالبصرة وحتى بالعراق كله يعني. فأول شيء نتمنى إنه تنجح ونطلع بصورة حلوة عن البصرة. الأمنية الثانية أكيد نتمنى إنه يستمر هذا الأمن والأمان، نتمنى إنه يستمر الإعمار اللي جاي يصير حالياً بالبصرة، وحتى بقية المحافظات جاي أشوف إنه جاي تتطور بشكل أفضل. أفضل من السنوات الباقية إن شاء الله تدوم هاي الأمور اللي جاي يصير زين. على المستوى الشخصي أكيد كل إنسان عنده طموح، بالنسبة لي طموحي ما يتوقف نهائيا. بمجال عملي كمدرس جاي أبحث دائما عن أفكار جديدة، جاي أبحث عن فالطريقة أطور بها من مستواي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. السنة الفاتت انتهت على خير، وإن شاء الله السنة المقبلة على ألف ألف خير. إن شاء الله البصرة والعراق كله بخير وسلامة، وإن شاء الله ينجح الخليجي وأهلي وأهلك وأهل العراقيين كلهم إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. وأولا وآخرا تعيين إن شاء الله يطلع إن شاء الله بحيل الله وقوته، وما يظل ولا عاطل على وجه العراق إن شاء الله. بهاي السنة الجديدة نشوف الأمن والأمان، ويعني اللي ما يشتغل يشتغل، ونشوف يعني بخصوص الطلبة اللي متخرجين ولحد الآن ما معينين يعني إن شاء الله يتعينون بأحسن الأماكن، وإن شاء الله نقول دوري خليجي 25 إن شاء الله سنة خير علينا، ودوري إن شاء الله، ونقول من جماهير العراقية نقول تحضر زين وتساند المنتخب العراقي، ونقل الباقي الدول الخليجية نقول كل الهلا بيكم، العراق بلدكم الثاني وكل الهلا بيكم ونخليكم على رؤوسنا. العراق اليوم ينفتح على كل دول العالم وبالذات الدول العربية، والحمد لله يعني بهذا العام الجديد يعني أول شيء راح نفرح به هي خليجي 25. والله هذا إنجاز يعني إنجاز كبير، وكل إحنا متعطشين إن هذا اليوم. من الأمنيات أكيد الأمن والأمان والاستقرار إن شاء الله. أعلنت